طيب الآن نيجي للخاصية الثالثة. طبعا أنت لاحظ لما تيجي تسوي الريكوست أنت قاعد تحدد خصائص، يعني قاعد تحدد معلومات الريكوست. فنيجي للخاصية الثالثة فاصلة اللي هي داتا. داتا إيش تسوي هذه الداتا؟ هنا تحدد المعلومات اللي تبغى ترسلها للصفحة، المعلومات اللي تبغى ترسلها للصفحة زي ما استخدمنا أول بالشكل ذا مع الصفحة. ID يساوي 10 and name يساوي مثلا عبد الله. هذا المقصود بالمعلومات، تحددها في الداتا. عندك طريقتين لإرسالها، إما تكتبها على شكل أوبجكت يعني بالشكل ذا، فأجي أكتب ID نقطتين 10 فاصلة name مثلا عبد الله. فلاحظ على شكل أوبجكت خاص بجافا سكريبت كذا أنا حددت له الداتا اللي أبغى أرسلها للصفحة إنفو، فداتا مختصة بإرسال المعلومات. الطريقة الثانية أن أكتبها على شكل سترينج عادي، على شكل سترينج اللي هو بالشكل هذا ID يساوي 10 and name يساوي عبد الله. لكن أنت استخدم الطريقة الأولى، استخدم الطريقة الأولى، تقدر تستخدم الطريقتين بس حاول دائما تستخدم الطريقة الأولى. فهذا المقصود بداتا، أنك تستخدمها إذا جيت ترسل معلومات، إذا جيت ترسل معلومات. بس انتبه، أنت الآن فوق في التايب محدد أن طريقة الإرسال أو حتستخدم جيت. فالبيانات لما ترسل للصفحة مثلا عندنا info.php هنا لازم يكون جيت، هنا لازم يكون جيت. فانتبه لهذه النقطة، وإذا حددت بوست يكون بوست. وهذا المقصود بخاصية داتا، هذا المقصود بخاصية داتا. طيب الآن الخاصية اللي بعدها اللي هي خاصية عفوا داتا تايب. داتا تايب هذه الخاصية تحدد لي نوع الريسبونز أو الشيء اللي بيرجع. فأنا أقول له مثلا تكست، هذا هو النوع اللي هو يشابه ريسبونز تكست هنا، ريسبونز تكست. طيب جميل، النوع الأول تكست زي ما قلنا، أو أكتب له HTML. HTML عندنا هنا HTML إذا كان بداخلها الشيء الراجع، إذا كان بداخله كود جافا سكريبت حيتنفذ ويدخل في التري تبع الدوم. طبعا هذا كلام عليك منه إذا كنت ما أنت فاهمه، وإذا كنت فاهمه الحمد لله. المهم هذا طبعا ما يهمنا هنا، المهم إنه نص هوت ميل اللي حيرجع، هذه النقطة اللي أبغاك تفهمها. أو XML زي response XML، أو اللي هو جيسون. طبعا جيسون اللي هي خاصة بتبادل البيانات، طبعا تحطها في صيغة أوبجكت خاص بجافا سكريبت، جافا سكريبت أوبجكت نوتيشن. الشيء الثاني اللي هو سكريبت، اللي هو إن الراجع الأشياء اللي هرجع لنا عبارة عن سكريبت، عبارة عن سكريبت أو جافا سكريبت. هذا الداتا تايب اللي انت على اساس تحدد ايش الشيء اللي حيرجع لك، تحدد انه نوع الداتا تايب شيء معين. مثلا اذا حطيت تكست خلاص حيرجع لك، يعني انت كانك تقول ترى الريسبونس اللي بيرجع تكست او اتش تي ام ال او اكس ام ال او جيسون او سكريبت. فهذا المقصود بالداتا تايب، يحدد لنا نوع البيانات اللي تم ارجاعها من هذا الريكوست أو نوع الريسبونس.